انتوا اللي ندفع صح ليه اخد ربح لي رقم قالوا لي كيف بتاعي اشرف عمر و8 تنسى مغربي بناخذ ماشي قلنا نحلوا اكاديمي تاع انفورماتيك بور انفون نعلموا لهم البروغراماسيون كودينغ ريزولمون بروسيدورال بلاش سيتي اون كومبيتيسيون انترناسيونال امريكي اللي خلص ديبارتمون اوف ستيت وهذا الميل من الامباساد جامعتي اللي فات قالوا لنا اللي ربحنا بون امريكا نحكي عليها برشا اصحابي يعرفوا وما نجمش نعمل برزنتاسيون ما نحكيش على امريكا خاطر بارتي كبيره من الفيت جمعتين اللي فات روحت وفي الجمعه الاخرى نوميتي نتاعي كل التاريخ قال لي معناتها احنا مروحين معناتها انا مروح قال لي كان راك تخدم في امريكا بالمعنى نتاعنا راك مشمشتها معناتها اونتخ نتوركينغ زوبورتينيتي ستاج يعني شنو نقول لكم معناها بالحق سيتين سكسس ستادي اما حكيتي مع امريكا عمرها معناتها ما بديتش بالبداية معناتها بديت بالحق باني شريك نحكي لكم الاول 2013 مشارك في كوكا كولا سكولرشيب نعطي في سبيتش جمعه قبل ما نطلعوا لامريكا قدام ديريكتور كوكا كولا تونس قدام ريبريزونتون دامباساد نعطيهم اون بروميس نعطيهم وعد خلصت لي كومبيتيسيون تاع ستارت اب قلت لهم عملي ولا مساله ربحهم العام الثاني جو فو برومي تونس هي اللي باش تربح طلعوا شكون ربح مش احنا باكستان مين ربح بلاد اما وقتها سيتين ضربة قليل فيلر كبيرة قست ساعة ثقة في النفس كي بتيسة كبيرة وطلع امريكا وانتو في نغيارة جوي وعامل وعد معناها اون بليس معناتها هذي انا يتم بيه في اختيك في الانترنت دونك العمل الكل معناها جيت في وجهي معناها عطيت وعد ما عملتوش نرى اللي بخير هذوما اللي ما ربحتهمش ونرى اللي معناها اباغ صحابي الامباساد ومي بروفيسور غادي قبل كل جلزي ديسيو اما بقى حتى الخساره هي اللي حكيت عنها من عمر حلو خاطر حتى كنت تخسر جاتني اول فواياج امريكا وتعلم برشا حاجات ريت برشا بلايص دونك ديك حتى كان نخسر في امريكا خير من اللي معناتها خير من بلاش اما فما خساره توجع اكثر الخساره اللي هي تبدا باك توجي تصويره تبدا باك تقرا وكل عاده بالمونتاليتي اللي ما نعرفش كنت عارف من جون جينيرسيون تاعنا كان تنجح في البدا يا تعمل انجينيور يا ميديسين تقرا تقرا في الاخر من على شنو وقت كوا حاسين تعمل تعمل اوغمونتاسيون عملت في فرنسا من قبل نيجي قعدت في تونس في الانسات جيني لوجيسيال دومين ما كنتش نعرفه ما كان نحبو ماشي ما نعرفش علاش جوست نقرا ما بون وقتها بالحق كنت نحس روحي نقرا في الفيلم ونعرفش سي بالحق وقتها سي مكبرت بس من حياتي لينسات طلعت أكبر حاجة أحسن حاجة صارت في حياتي عبيت تحكي معاهم اللي هذا عمل تور دازي اللي هذا صنع خدوتيف متاع فيزيك اللي هذا يحكي خمسة لغات اللي هذا يدخل شي عدي يمشي يسافر عنده دي كونفرنس حلينا هنا على القاعدة اللي هذا يقول لي شاركت في اكسينج بروجرام في انجلترا تحبش تشارك انت مالي هذا باه شاركت مشيت لامريكا جمع عاملين في كوكا كولا تحبش تشارك انت باه بغيت ننصحكم كان نهار تجيبوا صغار قولوا لهم نمشيو للانسان الحقيقه العباد حلينا عيني ليزوبورتينيتي اللي هي هيك نربط المات بامريكا الدنيا في المات علمونا اللي نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بوزيتيف الدنيا علمتني اللي كف وكف تعطي كعبه حلوه حلوه كبيره برشا الكف نتاع الباك واورونتاسيون ضايع كف نتاع انديانا يونيفرسيتي البروجي اللي نفس اللي دوريني تعاود وتعاود وتعاود تطلع امريكا مره الاولى مره ثانيه وتشارك في كومبيتيسيون الاولى وثانيه وثالثه ومره هذه مع المجموع اللي هم حلو ربحنا 20 مليون دولار وتو شدوا البروجي نتكلم في ستارت اب فما ستارت اب يسموها مو سبيسيال انت سبيسيال مع ستارت اب سي ان فيت سي الدنيا سي حياتها فما دوز انفستيسور فما هما كوبو عندهم ان بروجي يجيبو وبعد تكبر ما عرفتش معناتها البروجي هو معناها حل شوية En bref, je me considère en tant que matériel et en tant que starter. En tant que bébé, Alain, ou Hadar Bourba, ou Mme. Ou Mme, 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 ou
شركه ما يعرفش ما يعمل بها، يكتب ضربه هنا يكتب ضربه هنا يكبر يتعلم. لازم نتصور كان كنا نخمو في حياتنا ونقولوا احنا ستارت ولا صغارنا مش نجيو في ستارت دائما. نجمو نوصلو نحلو دي جوجل دي مايكروسوفت دي فيسبوك وكذا. حاجة نتمناها انه الهاد لازم نستثمر في ستارت اب تاعي اليوم بابا وماما يقولوا اللي نهار نجحوا في المشروع تاعي.